ما هي أفضل الخضروات الغنية بالبروتينات؟ من المهم تضمين مصادر صحية للبروتين في نظامك الغذائي اليومي، إذ يساعدك البروتين في أداء عدد من الوظائف المهمة ويساعدك على الحفاظ على كتلة العضلات. عندما تفكر في مصادر البروتين، قد يتبادر إلى ذهنك شرائح اللحم أو الدجاج. ولكن إن لم تكن من محبي اللحوم، هناك خيارات أخرى غنية بالبروتين. هذه الخضروات متوفرة على مدار العام وتقدم خيارا بديلا أو رافدا للحوم، أي يمكنك التمتع بها كطبق رئيسي أو جانبي، وتكثر وصفات تحضيرها في كتب الطبخ ومواقع الإنترنت. ضع في اعتبارك أن محتوى البروتين قد يتغير وفقا لكيفية تحضير كل نوع منها. تتطابق القيم المذكورة لاحقا مع طريقة الطهي المشار إليها لكل نوع. أولا، مادة العدس. إجمالي البروتين فيها أكثر من 17 غرام لكل كوب مسلوق. لا يعد العدس من الخضار إذا ما صدقنا القول، فهو نوع من الحبوب المنتمية إلى العائلة البقولية، إلا أنه خيارك الأمثل عندما تبحث عن مصدر البروتين الأغنى والأقل تكلفة والأكثر توافرا. أضف إلى ذلك ميزة سرعة طهيه، إذ يستغرق 15 دقيقة فقط. ثاني مادة غنية بالبروتينات هي الحمص. إجمالي البروتين لكل غرام أو لكل كوب عفوا هو 15 غرام. الحمص المعروف أيضا بفول الجاربانزو، ومنه يصنع الغموس الشهير المرافق للخضروات ورقائق البطاطس المقلية. يتمتع الحمص بمذاق لذيذ غني، وهو مكون رئيسي وإضافة لذيذة للكثير من الأطباق. استمتع بتناول الحمص المحمص أو كمحسن قوام في أطباق الكاري أو الحساء وأطباق الخضار. ثالثا، اللوبيا. إجمالي البروتين فيها 14.2 غرام لكل كوب. تنتمي اللوبيا الشعاعية إلى العائلة البقولية، وهي غنية للغاية بالبروتينات ومصدر جيد للحديد والألياف. مادة الفول. إجمالي البروتين لكل كوب من الفول هو 13 غرام. يشبه الفول غير المقشر الفاصوليا الخضراء. أضف هذا النوع البقولي المغذي إلى أطباقك من حساء أو سلطة أو حتى الغموس. أما البازلاء الخضراء، فإجمالي البروتين فيها لكل كوب هو 8.6 غرام. إذا كنت تعتقد أن البازلاء الخضراء طرية القوام وسيئة المذاق، فأنت لست وحدك. إلا أن البازلاء الخضراء أحد المقادير الغنية في الكثير من الوصفات، وهي إضافة شهية للعديد من الأطباق. الأرز البري. إجمالي البروتين لكل كوب من الأرز البري هو 6.54 غرام. يحوي اسمه كلمة أرز، إلا أن الأرز البري لا يرتبط في واقع الأمر بالأرز، ولكن يمكنك استخدامه لطهو أطباق مشابهة. أضف هذه الحبوب الغنية بالعناصر المغذية إلى قائمة مشترياتك، واستمتع بمذاقها في أطباق الطواجن والحساء أو كأحد مكونات الحشو، وتذوقها مطهوة كطبق رئيسي. من المواد الغنية بالبروتينات أيضا الفستق الحلبي. إجمالي البروتينات فيه 5.97 غرام للأوقية عندما يكون مجففا ومحمصا. من الصعب حقا إزالة القشور الصلبة لبعض حبات الفستق الحلبي، إلا أن المذاق اللذيذ يستحق عناء التقشير. طعم نوع الفستق هذا مستساغ نيئا أو محمصا، ويمكن إضافته لأطباق متنوعة كالمخبوزات وأطباق السلطة، أو طبقة زينية على أطباق الأسماك الشهية. مادة اللوز هي الأخرى غنية بالبروتينات. إجمالي البروتين للأوقية في مادة اللوز هي 5.94 غرام. اللوز غذاء لذيذ ومغذ، وهو مصدر عظيم للبروتين والدهون الصحية وفيتامين A ومضادات الأكسدة. تأكد من حصولك على القدر الأكبر من العناصر المغذية الموجودة في اللوز، بحرصك على عدم تقشيره أو شرائه بدون قشور. الذرة الحلوى الصفراء. إجمالي البروتينات فيها هو 4.68 غرام لكل عرنوس كبير. الذرة الحلوى لذيذة بقدر ما هي مغذية. يمكنك أن تبتاعها طازجة خلال فصل الصيف أو مجمدة خارج فصل الصيف.
مادة البطاطا. إجمالي البروتين في مادة البطاطا هو 4.55 غرام لكل حبة بطاطا متوسطة الحجم، مخبوزة طبعا ومن دون تقشير. يرمى قشر البطاطا إلى القمامة، إلا أنه شديد الغني بالبروتينات والفيتامين سي وفيتامين بي 6. أضف أنواع أخرى مختلفة من البطاطا كالروسيت أو البطاطا الحمراء لتعزيز المحتوى البروتيني لأطباقك، وتمتع بالعناصر المغذية الإضافية عند طهي البطاطا دون تقشيرها. من الخضروات أيضا الغنية بالبروتينات البروكلي. إجمالي البروتين في البروكلي هو 4.28 غرام لكل ساق واحدة مسلوقة وتكون متوسطة. يكمن السبب في سعي والديك إلى إطعامك هذه الشجيرات الخضراء هو غناها بالعناصر المغذية، فإلى جانب البروتين يحتوي البروكلي على الألياف المالئة والفيتامين ك والسي وغيرها الكثير. وتأكد من طهي الساق مع البروكلي لإغناء الطبق بالمغذيات. الأفوكادو. إجمالي البروتين في الأفوكادو هو 4 غرامات لكل حبة أفوكادو متوسطة الحجم. تتنوع الأطباق التي يدخل الأفوكادو كأحد مكوناتها، إلا أن بعضها يشتهر أكثر من غيرها. قم بتحضير بودينج الأفوكادو حلو المذاق، وانتقل بالأفوكادو إلى صنع مشروب الفاكهة السميك قشدي المذاق لتحقيق الاستفادة الأكبر من البروتينات.